الخير كل الخير في التفقه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أحكام الصيام وهدي النبي في رمضان، أسئلة وجوائز، كل ذلك في برنامج اللهم لك صمت على شاشة قناة الريان في شهر رمضان المبارك. اللهم لك صمت خلال شهر رمضان المبارك الساعة 4 عصرا مباشرة على قناة الريان.